كده في الفيديو ده من الاول للاخر، ما تسيبش لحظه منه، لان هنتكلم في كل حاجه تخص نادي الزمالك من اولها لاخرها، من اول المنشآت اللي في النادي لحد عقد محمود علاء لحد النفاق بتاع فرح علي. فرجاء ما تسيبش الفيديو لحظه واحده وكمل الفيديو للاخر. رد على اي واحده ست، وليس تقليلا منهم ولكن احتراما وتقديرا، لان الست دي تعتبر امي واختي وبنتي، والتلاته ليهم تاثير جيد جدا في حياتي. ولكن لما تبقى الست دي دخلت في مجال الطبل زيها زي احمد طبله اللي هو احمد جمال وخالد الغندور وحتى طارق يحيى اللي كنت بكنله كل الاحترام، يبقى لازم ارد عليها. تصريحات خطيره من فرح علي هرد عليها من خلال الفيديو ده، فتابعني للاخر عشان اقول لك ايه اللي حصل. اهلا وسهلا بكل اهلاويه، حبايبي حبايب قلب الاهلاويه، نورتوني واسعدتوني بقناتكم قناه كل الاهلاويه. الاول لو كنت بتشوف الفيديو لاول مره، ما تنساش تطلع دلوقتي تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. انت حتى لو فاتح الصوره، لا ارجع تاني اقفل الصوره ودوس على الفيديو ودوس على الاشتراك واعمل لايك عشان يوصل لكل الاهلاويه. فرح علي طلعت علينا بتصريحات ما مش عارف انا جابتها منين، بتقول لك ان نادي الزمالك هو نادي المبادئ، وان نادي الزمالك ما بيضحكش على لعيبه وبيوديهم، وان عبد الحليم علي، وحدد معايا عبد الحليم علي عشان انا هرد عليها بالمستندات، رفض انه يروح للنادي الاهلي لان النادي الاهلي مش نادي مبادئ، وهو قرر انه يعتزل في نادي الزمالك رغم ان نادي الزمالك في الوقت ده استغنى عنه. هفكرهم بحاجه اولا، انهم عمالين يتكلموا على حسام عاشور لما الاهلي طلب منه انه يعتزل في سنه 36 سنه، وانه يعتزل لان خلاص المدرب والمدير الفني ما بقاش يعتمد عليه. هم عاملين اديلهم اكتر من 3 اسابيع او 4 اسابيع عمالين يتكلموا الاهلي وبيتعامل مع حسام عاشور ازاي، لكن عبد الحليم علي في الوقت ده كان في عزه وكان الهداف التاريخي لنادي الزمالك، ورغم ذلك الزمالك قرر انه ما يجددلوش. لكن الحقيقه اللي انا عايز اقولها ان الاهلي عمره ما طلب ولا تعاقد ولا طلب انه يتعاقد ولا قعد مع عبد الحليم علي، وهقول لكم ليه دلوقتي. المعلومه جت من واحد اسمه بلال علام، عمل فيديو او كان قاعد في فيديو بيتكلم، فلازم يقول انا اتعلمت الانتماء من عبد الحليم علي، ان عبد الحليم علي رفض انه يروح الاهلي، وعرفت يعني ايه ابن النادي. اولا عبد الحليم علي لو بمقاييس الاحتراف هو مش ابن النادي، هو كان جاي على النادي من نادي تقريبا اسمه الحمول، ولعب في نادي الزمالك. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه اللي بيقول ان عبد الحليم علي طلب ان الاهلي يتعاقد معاه في الوقت ده، كان النادي الاهلي عنده 3 من اكبر هدافين في مصر، منهم عماد متعب وامادو فلافيو ومحمد ناجي جده، والاهلي في السنه ديت سنه 2006 اللي طلب فيها التعاقد مع عبد الحليم علي زي ما بيقول بلال علام كان مؤدي اداء جيد، وكان واخد ثالث العالم في كاس العالم للانديه، يعني ما كانش محتاج لمهاجمين تاني، وكان الاهلي في الوقت ده في الفرقه التاريخيه اللي عملت كل انتصارات النادي الاهلي، اللي فيها محمد ابو تريكه، وفيها محمد بركات، وفيها شادي محمد، وفيها وائل جمعه، وفيها عماد متعب، وفيها امادو فلافيو، وفيها جيلبرتو، فما كانش بحاجه لعبد الحليم علي من الاساس. مفيش حد اتحدث عن الواقعة بتاع تعاقد الاهلي مع عبد الحليم علي، ولا حتى عبد الحليم علي نفسه قال ان الاهلي طلب انه يتفاوض معاه. الزمالك في الوقت ده تخلى عن عبد الحليم علي الهداف التاريخي ليه بطريقة تعتبر مش كويسة، وهو الراجل فضل انه يعتزل وما يروحش نادي تاني. وعلى فكرة انا من الناس اللي بحب عبد الحليم علي، وهو هداف محترم وشارك في بطولة كاس الامم الافريقية 2006 وحاصل على الكاس فيها لو انه ما كانش بيلعب طول الوقت اساسا. الحاجة التانية المميزة في قناة الزمالك ومنهم الأخت فرح علي، التسبيح بحمد مرتضى منصور، ودايما إن مرتضى منصور الرئيس التاريخي لنادي الزمالك، وإن الإنجازات اللي عملها ما فيش رئيس نادي عملها قبل كده. إذا كانت على الإنشاءات، فإحنا عندنا حاجات كتيرة جدا بتقول الإنشاءات دي اتعملت إزاي ومحسوبة إزاي. الانشاءات من سر رئيس نادي الزمالك ناس كتيره جدا تبرعت منهم الرخام كامل بتاع النادي متبرع بيه محمد ابو العينين. هل الرخام اللي اتبرع بيه محمد ابو العينين دوت داخل ضمن حسابات التكلفه بتاعه نادي الزمالك، ولا هل هو مجرد
مجرد انه معمول انه تبرع من محمد ابو العينين. دي نقطة صغيرة في بحر لو هنتكلم عن الانجازات التاريخية للمستشار مرتضى منصور. تاني حاجة، نادي المبادئ. هل حضرتك شفت نادي مبادئ زي ما انت بتقول ان الزمالك نادي مبادئ رئيسه ليل ونهار بيشتم الناس بافظع الالفاظ وبيرمي عليهم التهم وبيخوض في عرض الناس من اول الاخت والام والزوجة بالطريقة اللي بيتحدث بيها رئيس نادي الزمالك؟ للأسف الشديد هو نادي الزمالك نادي المبادئ بس قبل فترة ولاية مرتضى منصور. فترة ولاية مرتضى منصور لها خطاياها ومش هتظهر الا بعد ما ينتهي مجلس الشعب والسيد المستشار مرتضى منصور، تتشال عنه الحصانة ويبدأ كل اللي ليه حق ياخد حقه. لكن في الوقت الحالي ما يعتبرش نادي الزمالك نادي مبادئ. للعلم نادي الزمالك طول عمره هو المنافس التقليدي للنادي الاهلي، واحنا بنتمنى ليه انه يبقى الاحسن حال. لو اتكلمنا عن بطولتين شهر فبراير اللي هم رافعين الزمالك قوي، والزمالك كان حاطط ايده على قلبه من شهر فبراير، اولا هم بطولتين بمباراتين وكل مباراه لها ظروفها. الترجي اللي قابله الزمالك ما كانش هو الترجي بتاع السنه اللي فاتت اللي واخد كاس افريقيا. تاني حاجه، ماتش الاهلي فريق بيدافع طول الوقت وملوش ولا هجمة اللي هي هجمة واحدة بس اللي عملها مصطفى محمد، وهجمات شديدة جدا من نادي الاهلي، وانتهى الماتش بضربات الجزاء اللي العالم كله بيجمع على انها اسمها ضربات الحظ الترجيحية. ضربات الترجيح ديت اسمها ضربات الحظ، يعني ممكن لعيب اعصابه تتوتر، لعيب فما انتوا ما خدتوش بطولة، لو البطولة كانت رايح جاي كان هيظهر الفرق تماما، لكن لما بتبقى البطولة ماتش واحد فبيخطفها اي فريق حتى لو الفريق الاضعف، سواء بجون وينام عليه، سواء بعرقلة او بضربة جزاء جوه الماتش حكم ما حسبهاش، او ان توصل لضربات الجزاء الترجيحية وفريق اللي ربنا كاتب له انه ياخد البطولة ياخدها. لكن الدوري العام اللي بيطالب بيه المستشار مرتضى منصور انه ينتهي، فالاهلي متصدره وبينه وبين الزمالك مدى بعيد. لو كان المستشار مرتضى منصور زي ما بيقول هو انه فريقه قوي، الاهلي السنة اللي فاتت كان متأخر عن الزمالك باكتر من 14 نقطة، وهو نفس العدد اللي متأخر بيه حاليا الزمالك عن الاهلي، ولرغم ذلك الاهلي خد البطولة، وهم بيقولوا خدها بطرق اخرى. اذا كانت الطرق الاخرى ديت هي انك انت اللي فرطت في النقط وسبت الاهلي ان هو يوصل، فبنقول لك الملعب موجود وسيب البطولة الدوري تكمل، واعمل زي ما الاهلي عمل السنة اللي فاتت واستعمل الطرق الاخرى علشان تاخد الدوري العام. لكن حربك على ان الدوري ينتهي وان الدوري يتوقف عشان الاهلي ما يحصلش على لقب وعلشان ما تديش لعيبتك الفلوس، هو ده اللي بيحدد انت قد ايه خايف من الاهلي وان فريقك هش، والبطولتين اللي خدهم بطولتين هيبان بعد كده في البطولات الطويلة. بالنسبة لعقد محمود علاء اللي الناس كلها اتكلمت فيه، حتى الان محمود علاء لم يوقع على عقود، وهم بيقولوا ان محمود علاء عقده ممتد لسنة 21 وهو بيفكر ان عقده يمدوا عقده تاني 4 سنين. المثير في عقد محمود علاء ان النادي عرض عليه 43 مليون جنيه في اربع سنوات وهيدهم له مرة واحدة. خدوا بالكم من الرقم، لما تحسب 43 مليون على 4 سنوات يعني 13 مليون في الموسم، وفي مليون زيادة كمان، يعني محمود 13 وربع مليون جنيه. مع ان الزملكاوية عمالين يغنوا ويتكلموا على عقد وليد سليمان اللي ب 11 مليون جنيه. شوف الفرق بين وليد سليمان وبين محمود علاء المدافع اللي فريقه قلت لكم قبل كده داخل فيه في الدوري اكتر من 15 هدف. فريق محمود علاء الزمالك وداخل فيه في الدوري اكتر من 15 هدف وبيتعاقد معاه نادي الزمالك ب 13 وربع مليون جنيه، في حين ان وليد سليمان اللي نزل في لحظات حاسمه وعمل ماتشات جميله جدا ونهى بيها الماتشات، كان الاهلي يا اما متعادل يا اما متاخر وبيخش وليد سليمان يغير نتيجه الماتش تماما، بيعترضوا على ان خد 11 مليون جنيه. ووليد سليمان اللي قعد فترة طويلة جدا في النادي الاهلي وشارك في كل في معظم بطولات النادي الاهلي ولعيب من الزمن القوي، بيعترضوا على انه خدها ب 11 مليون جنيه، وفي نفس الوقت مش مستغربين ان مدافع زي محمود علاء ياخد 13 مليون جنيه. وما حصلش التطور دوت الا بعد ما مرات محمود علاء طلعت وقالت ان العقد بتاعه لم يفعل، وان العقد اللي ظهر على قناة نادي الزمالك هو عقد مزور تماما.
اكاذيب نادي الزمالك ما بتنتهيش والتطبيل لرئيس النادي ما بينتهيش، ونتمنى ان يرجع نادي الزمالك زي زمان هو نادي القيم والمبادئ والمنافس الاوحد للنادي الاهلي على كل البطولات، لان بقوه نادي الزمالك هيبقى الاهلي هو اقوى فريق. اذا كنت وصلت معانا للحظه دي من الفيديو، رجاء لو ما كنتش مشترك في القناه تشرفنا وتبقى ضيف دايم عندنا، وتدوس على زرار الجرس عشان يجيلك كل اشعار، وتعمل مشاركه للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، عشان نوصل صوت كل الاهلاويه. مرحب بكل اهلاوي معايا، وارجو انكم تحطوا لي تعليقاتكم في التعليقات تحت، لان كتير قوي بتوصلني تعليقات سيئه من الزملكاويه وبضطر امسحها علشان ما تضايقكمش وما تلوث عينيكم واسمعكم بالكلمات اللي انا بسمعها، بكتفي ان انا بسمعها. اشكر كل واحد وصل معايا للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.